إذا كنت تزور سياحياً الصين، عليك زيارة أكثر الأماكن شهرة فيها. سور الصين العظيم واحد من العجائب التي صنعها الإنسان قديماً، يمتد 7000 متر، فقد بدأ بناء سور الصين العظيم خلال عهد الممالك المتحاربة من 2000 عام. يعتبر سور الصين العظيم مشروعاً دفاعياً عسكرياً قديماً في التاريخ المعماري البشري. إنه رمز للأمة الصينية، ولم يظهر ذكاء أسلاف الصينيين فحسب، بل يجسد جهداً بذلوا فيه العرق والدماء، ويشتهر في العالم بتاريخه العريق وضخامة وقوته. يمتد سور الصين العظيم على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين. تم بناء سور إلى الجنوب بطول 2400 متر، وسور الصين العظيم هو أحد أهم مواقع التراث العالمي، واختير واحدا من عجائب الدنيا 7 الجديدة في العالم في استطلاع للرأي العام الدولي عام 2000. أصبح سور الصين العظيم من أهم الأشياء التي لا بد من رؤيتها بالنسبة للزوار والسياح، حيث يتوافد إليه الناس من جميع أنحاء العالم كل عام. يمر سور الصين العظيم بتضاريس جغرافية مختلفة ومعقدة، حيث يعبر الجبال والأجرف ويخترق الصحراء ويجتاز المروج ويقطع الأنهار، وذلك تبعا للمنطقة التي بني فيها. لقد أثر سور الصين العظيم على التنمية الاقتصادية الصينية أيضاً، إذ إن اتجاه سور الصين متطابق تقريباً مع خط الفاصل بين المناخ شبه الرطب والمناخ الجاف في الصين، وأصبح في الواقع فاصلاً بين المناطق الزراعية والصحراوية. إن سور الصين العظيم ليس سوراً فقط، بل هو مشروع دفاعي متكامل يتكون من الحيطان الدفاعية وأبراج المراقبة والممرات الاستراتيجية وأبراج الإنذار وغيرها من المنشآت الدفاعية. لكل منطقة في السور رئيس تنفيذي لإدارتها بصورة منفصلة، ومسؤول عن إصلاح السور داخل المنطقة وترميمه، وهو مسؤول أيضا عن الشؤون الدفاعية في المنطقة أو مساعدة المناطق العسكرية المجاورة على شؤونها الدفاعية وفقا لأمر وزارة الدفاع الوطنية. وكرف في عهد أسرة مينغ الملكية حوالي 1,000,000 جندي لهدف حماية الدولة من الأعداء.